مرض بيرتس وعلاجه غير الجراحي. مرض بيرتس الذي يسمى أيضا النخر اللاوعائي مجهول السبب لرأس الفخذ، هي حالة تؤثر على الورك عند الأطفال، تحدث عندما تنقطع التروية الدموية مؤقتا عن رأس عظم الفخذ. بدون تروية دموية كافية تموت الخلايا العظمية، وهذه الحدثية تسمى النخر اللاوعائي. يمكن أن ينهار الرأس الكروي لعظم الفخذ عندما يضعف العظم إذا انقطعت التروية الدموية لفترة كافية. عندما تعود التروية يمكن للعظم أن يستعيد قوته، لكن شكل رأس الفخذ يمكن أن يتشوه بشكل دائم. يتعافى معظم الأطفال المصابين بمرض بيرتس في النهاية. إنها عملية معقدة من عدة مراحل يمكن أن تستمر لعدة سنوات. يحدث مرض بيرتس على 4 مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة النخر. في هذه المرحلة من المرض ينقطع تدفق الدم عن رأس الفخذ وتموت الخلايا العظمية. تصبح المنطقة ملتهبة ومتهيجة بشدة، وقد يبدأ طفلك في إظهار علامات المرض كالعرج أو طريقة غير طبيعية للمشي. يمكن أن تستمر هذه المرحلة من عدة أشهر إلى السنة. المرحلة الثانية وهي مرحلة التجزؤ. على مدار سنة إلى سنتين يزيل الجسم العظم الميت تحت الغضروف المفصلي ويستبدله بسرعة بعظم أولي أكثر ليونة. خلال هذه المرحلة يكون العظم في حالة أضعف، ومن المرجح أن ينخسف رأس الفخذ ويصبح مسطحا. المرحلة الثالثة وهي مرحلة عودة التعظم. يتطور عظم جديد وقوي ويأخذ شكله في رأس عظم الفخذ. غالبا ما تكون مرحلة عودة التعظم أطول مرحلة من مراحل المرض، ويمكن أن تستمر من سنة إلى 3 سنوات. المرحلة الرابعة إعادة القولبة. في هذه المرحلة يكتمل نمو العظم ويصل رأس الفخذ إلى شكله النهائي. يعتمد مدى قرب الشكل من الاستدارة الطبيعية على عدة عوامل، بما في ذلك مدى الضرر الذي حدث أثناء مرحلة التجزؤ، وكذلك عمر الطفل في بداية المرض، مما يؤثر على احتمالية إعادة نمو العظم. عادة ما يصيب مرض بيرتس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، ولكن يمكن أن يتسع هذا المجال إلى ما بين 2 و12 عاما، وهو أكثر شيوعا عند الأولاد ب5 مرات منه عند الفتيات. ولكن عندما تحدث عند الفتيات تميل الحالة إلى أن تكون أسوأ إنذارا. تحدث غالبية حالات مرض بيرتس في ورك واحد فقط، ويصاب كلا الوركين بنسبة تصل إلى 15% من الأطفال، لكن الإصابة في الوركين لا تكون بنفس المرحلة عادة. إذا أصيب كلا الوركين في نفس المرحلة من المرض فهذا يشير إلى مرض عصر تصنع المشاش المتعدد MED وليس مرض بيرتس. الأسباب وعوامل الخطر. سبب مرض بيرتس غير معروف. غالبا ما يصيب مرض بيرتس الأطفال مفرطي النشاط، يمكن أن يترافق مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في 33% من الحالات. قد يكون هناك استعداد وراثي للإصابة ببيرتس. في الواقع ما بين 2 إلى 10% من الأطفال المصابين بمرض بيرتس لديهم فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة مصاب بالمرض. قد يؤدي التعرض للتدخين السلبي أيضا إلى زيادة خطر إصابة طفلك بالمرض. قد تساهم اضطرابات تخثر الدم أيضا في تطور المرض. يعتبر استخدام ستيرويدات المزمن وانخفاض الوزن عند الولادة ومجيئات الولادة غير الطبيعية من عوامل الخطر. الأعراض. العرج غير المؤلم. من أولى علامات بيرتس حدوث تغير في طريقة المشي والجري عند طفلك. قد يعرج أو يكون لديه حركة محدودة أو يطور أسلوبا غريبا في الجري. قد تكون أنت بصفتك الوالد أول من يراها أثناء مراقبة طفلك يلعب. لا يشعر بعض الأطفال بالكسير أو بأي ألم على الإطلاق، ولكن قد يشعر البعض الآخر بألم متقطع في الورك أو المغبن أو في أجزاء أخرى من الساق كالفخذ أو الركبة، والذي يزداد سوءا أثناء النشاط ويتحسن مع الراحة. يحدث الألم دون قصة رد. يبوسة وتحدد مجال الحركة في مفصل الورك، خاصة الدوران الداخلي والتبعيد. تفاوت في طول الطرفين السفليين بسبب قصر الطرف المصاب، وهي من الموجودات المتأخرة للمرض. التشخيص. للحصول على فهم أفضل للوضع سيسألك الطبيب متى لاحظت الأعراض على طفلك لأول مرة، وما الذي يجعل الأعراض أسوأ، ما الذي يجعلها أفضل، وما إذا كانت هناك أي مشاكل صحية أخرى. سيجري الطبيب أيضا فحصا سريريا شاملا، والذي سيتضمن تحريك ساقي الطفل ضمن مجال حركتيهما،
ويقيم مجال حركة الورك. عادة ما يحد مرض بيرس من القدرة على تبعيد الساق وتدوير الساق نحو الداخل. أحد الاختبارات الخاصة التي سيبحث عنها الطبيب هو ما يسمى بعلامة ترندلنبرغ. عند الوقوف على الساق المصابة، فإن ميلان الحوض بشكل غير طبيعي تدل على ضعف في عضلات الورك المباعدة. غالبا ما تشاهد علامة ترندلنبرغ هذه عند الأطفال المصابين بمرض بيرس. في حالة الاشتباه بوجود إصابة بمرض بيرس، سيطلب الطبيب أشعة سينية بسيطة لوركي الطفل. قد تبدو الأشعة السينية بالمراحل الأولى طبيعية، لأنها قد تستغرق شهرا إلى شهرين بعد بدء الأعراض حتى تصبح التغيرات المرتبطة بمرض بيرس واضحة على الأشعة. من المرجح أن يوصي الطبيب بإجراء تصوير متكرر مع مرور الأيام لتتبع تطور المرض. الموجودات التي تظهر باكرا على الأشعة البسيطة: اتساع الفاصل المفصلي، علامة كافي أو علامة الهلال، وهي خط كسر شفاف على الأشعة يقع تحت الغضروف بشكل موازي للسطح المفصلي لرأس الفخذ. قد تكون هذه العلامة مرئية قبل مرحلة التجزؤ. الموجودات الشعاعية اللاحقة: تجزؤ مركز تعظم رأس الفخذ، خلع جزئي وتسطح رأس الفخذ. غالبا ما يمكن للرنين المغناطيسي أن يكشف الإصابة العظمية الناجمة عن مرض بيرس بشكل أكثر وضوحا مما يمكن أن تفعله الأشعة السينية البسيطة، ولكنه ليس ضروريا في أغلب الحالات. قد يكون رمضان العظام جزءا من التقييم إذا كان التشخيص موضع شك، فهو يكشف عن انخفاض التروية الدموية في رأس الفخذ. العلاج: يتعافى حوالي 60% من الأطفال المصابين بمرض بيرس دون أي علاج، خاصة الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 سنوات. ومع ذلك من المهم أن تتم متابعة جميع الأطفال بعناية من قبل الطبيب أثناء سير المرض. عادة ما يتعين عليهم الذهاب إلى العيادة كل 3 إلى 4 أشهر للفحص وإجراء الأشعة السينية. وبهذه الطريقة يتم التأكد من نمو رأس الفخذ بشكل صحيح وتحديد الأطفال المعرضين لخطر تفاقم الحالة وتدبيرهم وفقا لذلك. سيوصي الطبيب بالعلاج بناء على درجة ألم الورك لدى طفلك وتيبسه ومقدار انهيار رأس عظم الفخذ والعمر الذي بدأت عنده الأعراض. الهدف من العلاج هو حل الأعراض واستعادة مجال حركة الورك واحتواء رأس الفخذ لحماية شكله. تحدث الأعراض المؤلمة بسبب التهاب مفصل الورك. تستخدم مضادات الالتهاب الاستيرويدية NSAIDs لتقليل الالتهاب والألم. قد يوصي طبيبك بها لعدة أشهر. مع تقدم طفلك خلال مرحلة المرض، سيقوم طبيبك بتعديل الجرعة أو التوقف عن تناول الدواء. سيساعد تجنب الأنشطة العنيفة كالجري أو القفز على تخفيف الألم وحماية رأس الفخذ. في بعض الأحيان قد يوصي الطبيب أيضا باستخدام عكازات أو مشاية لمنع طفلك من وضع الكثير من الوزن على المفصل. يوصى بتمارين العلاج الطبيعي للمساعدة في استعادة مجال حركة مفصل الورك. غالبا ما تركز هذه التمارين على تبعيد الورك والدوران الداخلي. غالبا ما تكون هناك حاجة إلى الآباء لمساعدة الطفل على إكمال التمارين. إذا أصبح مجال الحركة محدودا أو إذا كانت الأشعة السينية تشير إلى حدوث تشوه، فيمكن استخدام قالب جبسي أو جهاز بتري للحفاظ على رأس عظم الفخذ في وضعه الطبيعي داخل الحق. قالب بتري عبارة عن قالب طويل الساقين مع قضيب يبقي الساقين متباعدتين في وضع مشابه لحرف A بالإنجليزية. يقوم الطبيب بتركيب قالب بتري في غرفة العمليات. أثناء التركيب سيأخذ الطبيب سلسلة من صور الأشعة السينية الخاصة تسمى تصوير المفصل بالصبغة لرؤية شكل رأس الفخذ ومعرفة درجة تشوه الرأس. في هذا التصوير يتم حقن كمية صغيرة من الصبغة في مفصل الورك. في بعض الحالات تكون العضلة المقربة الطويلة للفخذ منكمشة وتمنع الورك من التحرك إلى الموضوع المناسب. سيقوم الطبيب بإجراء بسيط لتحرير هذا الانكماش يسمى بضع الوتر قبل تطبيق قوالب بتري. خلال هذا الإجراء السريع يقوم الجراح بعمل شق صغير في الفخذ ويقطع وتر العضلة المقربة. ينمو الوتر مرة أخرى في غضون بضعة أشهر مما يسمح لطفلك بتحريك وركه بشكل طبيعي. عند إزالة الجبيرة عادة بعد 4 إلى 6 أسابيع تستأنف تمارين العلاج الطبيعي لاستعادة الحركة في الوركين والركبتين. قد يوصي الطبيب بإجراء عملية تجبير متقطع المستمر حتى يدخل الورك المرحلة الأخيرة من عملية الشفاء. يوصى بإجراء الجراحة إذا كان طفلك أكبر من 8 سنوات وقت التشخيص، نظرا لأن احتمال حدوث تشوه أثناء مرحلة عودة التعظم يكون أكبر عند الأطفال الأكبر سنا. في حال تضرر أكثر من 50% من رأس الفخذ، فقد يساعد إبقاء رأس الفخذ داخل الجوف الحقي المستدير على نمو الرأس إلى شكله الوظيفي.
وإذا لم يحافظ العلاج غير الجراحي على الورك في الوضع الصحيح للشفاء. هناك أنواع مختلفة من الجراحات لعلاج مرض بيرتس، سأستعرضها في فيديو لاحق بعنوان العلاج الجراحي لمرض بيرتس.